المشكل راه جدي، ماشي بالقطعه. نعم المشكل هو ديال خلط ما هو سياسي بما هو تعليمي. هنا في كاين المشكل، خاص التعليم كقطاع يكون منفصل. نعم هذا كان نعم هذه كان في الخطاب ديال صاحب الجلاله كان واضح في هذه الامور، ما هو سياسي يبتعد كل خصو يبعد كل البعد عن التعليم. التعليم دابا راه دي تان دو فيغ، لان الاحزاب عندنا ماشي احزاب متنافسه، كاين حظ بين الاحزاب. واللي كيربح التعليم ما كيربحوش باش يربح التعليم، كيربحو باش يربح الحزب ديالو. انا غنقول لك علاش، لان التعليم التعليم خاصو يشدو ناس. نعم ماشي دي بوليتيسيان، وكنقول ماشي دي بوليتيسيان، كاين لي بوليتيك وكاين لي بوليتيسيان. نعم نعم ماشي دي بوليتيسيان، دي زاكاديميسيان، راه كاينين دي تيز كيتسوتناو على لي ستراتيجي ذوي الاختصاص. ذوي الاختصاص السي كريم، بما انك انت استاذ ديال اللغه. شكرا سي عادل فتحي، غادي نعطيك تعقيبات كثيره هنا في الاستوديو. دابا سي عمر باش نقول لك، لانك اشرت في نقطه مهمه اللي هي مساله اللغه. انا جو بو فوز اسيغ مدام نعيمه كو لي انجينيور ايز اون سويفي اون فورماسيون بوليفالون. جو سوي اكتويلمون بري ا انسيني ميز ايليف اون لونغ فرونسيز، او بيان اي كان ايفن تيتش ذيم ان انجلش، سواء كان مادة علمية أو لا، ومستعد أنه نقريهم باللغة العربية الفصحى. جيبي لي اللي كيقول لك ما باغينش يدوجوا المهندسين وما باغينش يحلوا لهم المشكل. وبهذه المناسبة أحيي المهندسين ديال فوج 2014، وأحيي الصمود ديالهم، والمهندسين ديال دوجانبير 2015، وكنشد على الأيادي ديالهم، وكنحيي كذلك المهندسين ديال 2015. ونقول لك أستاذ اسمح لي، شوف أنا غير باش نقول لك التكوين ديال أنا علاش كان بالعكس، أنا أدعو الدولة الى اجبار المهندسين او ادراجهم في التعليم. علاش؟ ما يسمح لي باش نكمل، لان قلت لك التكوين ديال المهندسين لا من ناحيه التواصل، لا من ناحيه التدبير، لا من ناحيه التسيير، لا من ناحيه اللغات، تمكن في اللغات. بالله عليك انا ماشي كننقص من الدبلوم.